حقيقة. عايزة أعرف من حضرتك، يعني المفروض عشان أربي طفل أو طفلة أو يعني ولادنا اليومين دول، أربي أنا نفسي الأول ولا إيه المفروض أعمله عشان أربي طفل سوي؟ طيب أنا مبسوط إن أنا معاكي النهاردة. مرسي. وبشكرك على الاستضافة دي. طيب خلينا يعني، هو إحنا الطفل ده هياخد المعلومات من مين؟ من البيت، من الأب أو الأم. طيب ولادنا مش بيسمعونا، ولادنا بيشوفونا. يعني أيوه، يعني هو قصة النهاردة ابني هيشوف اللي أنا بعمله ولا أنا هقوله له خلاص. إحنا ما عنديش استعداد النهاردة نبقى واخدين بالنا وشايفين ده، إن إحنا لما أجي أقول لابني ما تعليش صوتك وأنا بعلي صوتي، طب هو هيصدق مين؟ هيفضل يعلي صوته بقى. هو بيشوفني أنا. هو بيشوفني أنا بتصرف إزاي. تمام. بيشوفني انا بكذب ولا ما بكذبش، انا بعلم ابني ما تكذبش. طب فانا الحقيقه بعد رحله من التعلم ورحله من البحث بنكتشف ان احنا طول الوقت احنا محتاجين نربي نفسنا الاول. انت لازم تكون قدوه، مش كلام بتتقال. احنا كبرنا اللي هو اعمل واعمل ونفذ، بس هي الفكره فين؟ انا محتاجه اكون قدوه لابني. قبل ما اقول يعني اللي انا عايز ابني يعمله اعمله انا الاول. ابتدي بنفسك، فابني يشوفه فيبتدي ان هو يعمله. بالظبط، ابتدي يعني بنفسك. دي ابسط طريقه. ده يعني ده اول حاجه. يعني انت النهارده ما تكذبش وهو بيشوفك بتكذب على فكره. يعني هي الفكره النهارده، ان هل انت النهارده محتاج ان ابنك يشوفك بتكذب؟ لو انت مش عايزه يكذب ما تكذبش. بس في اهالي ما بتكذبش برضه يا دكتور، يعني وبيبقى برضه الولاد بيطلعوا كذابين. ما هي الفكره فين؟ ان انا النهارده انا لما هل الكذب ده فطره يعني ولا مفيش كده؟ دي حاجه مكتسبه؟ ما فيش كده. هو في طفل شاف اب وام، هم اول ناس بيتشافوا. يعني اول حاجه بتتشاف مين؟ الاب والام. بالظبط. انت النهارده محتاج تكون قدوه، تكون ايدل لابنك. انت النهارده محتاج ابنك يبقى مبسوط بابوه بيعمل ايه. ما ينفعش النهارده اقول لابني ايه على فكره ما تقعدش على التليفون، هو شايفك طول النهار قاعد على التليفون. صح. فهي الفكره هنا اللي انت بتقوله انت بتعمله ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا محتاجين قبل، لان انا بتجيلي مثلا شكاوي ابني بيعمل وابني بيعمل. طيب اللي حضرتك عايزه يعمله انت بتعمله؟ اللي حضرتك عايزاه يعمله انت عايزه يذاكر وعايزه وعايزه وعايزه، هو بيشوفك انت ملتزم. طب خليك قدوه ليه. يعني البداية في البداية بس. في البداية ان احنا نبتدي بنفسنا الاول، نحاول نعمل الحاجات البسيطة اللي بنطلبها منهم وهم يعملوها. بس خليني كنا بنتناقش قبل الهوا كتير جدا واختلفنا واتفقنا، فخلينا برضو نشارك الناس معانا كده. وكنا بنتكلم في انه حتى الحاجات البسيطة، اكيد انا الصبح بقوم اغسل وشي واغسل سناني واسرح شعري وابني يطلع روحي وعيني عشان يدخل يعمل الحاجات دي، ما انا بعملها هو بيشوفني بعملها. حلو. طيب بقى نعمل ايه؟ بصي، طيب من الحاجات الجميله جدا البسيطه جدا، انا سمعتك رساله من واحد حد نجح فعلا حقيقه قبل الهوا، سمعني رساله من شخص يعني بعت له بيشكره ان هو عايش احلى فتره في حياته مع ابنه بعد نصايحه. فايه النصايح بقى الذهبيه دي عشان نعيش احنا كمان احلى فتره؟ حلو جدا. جربي، ما تقوليش اعمل. يعني لو انت النهارده قاعده ذاكر جربي ما تقوليش ذاكر، مش هيذاكروا. انا شايفه ان انا لو قلنا له ما تذاكروش مش هيذاكروا، صح ولا ايه؟ ده خوفك انت. طب خلينا نجرب للاخر. طيب اديتك مثل، لو انت النهارده ضامنه ان في حد كل يوم يصحيكي، مش هظبط الارم، مش هظبط منبه، صح؟ طيب تخيلي بقى ولادنا بيتعاملوا معانا بنفس الكلام. صح. هو انت امتى هتخليه يعتمد على نفسه؟ بالراحه كده يعني، خلينا واحده واحده. طيب المفروض بقى من سن كام برضه عشان الناس تبقى عارفه؟ بصي انت النهارده المفروض يعني من سن كام للولد او البنت ابتدي اشيلهم مسؤوليه وان هم يعتمدوا على نفسهم في حاجات؟ طيب الاول بس احنا لازم نخليه يعتمد الاول حاجه حاجه. يعني انا علمت ان هو يصحى الصبح يغسل سنانه. تمام. حلو. مره واثنين وثلاثه انا بعلم. نبتدي لما بيبقى عنده وعي، وان انت طول الوقت انت قلتي لي ان انت بقالك فتره بتعملي ده. طب ما جابش نتيجه. على هو انا بس انا بدي مثال. مثال. طيب في ناس بتعمل كده ما جابش نتيجه. أوكي. طب احنا النهارده محتاجين حاول ان انت ما تضغطش عليه وتخليه يتحمل مسؤوليه. على فكره المسؤوليه دي ان هو يغسل سنانه، المسؤوليه دي ان هو ياخد شاور، المسؤوليه دي ان هو يقوم لوحده، الحاجات اليوميه البسيطه. ايه رايك لو شلت ايدك عنه؟ اوكي. يعني ما هو مش هيحصل له حاجه، احنا مش خطر. ايوه. يعني احنا بس هو يحس ان ما عندوش حد معتمد عليه. خدي بالك احنا بدون ما بنشعر
بنخلي يبقى عنده اعتماديه واحنا مش واخدين بالنا. فعلا انا معتمد ان ماما فبيكبر عنده اعتماديه ان ماما بيكبر فبيتجوز فبقى عنده اعتماديه على ماما فلما بيتجوز بقى عنده اعتماديه على المدام. لا دي قصص ثانيه بقى. انا هو جبتها لك تدريجي. ايوه فعلا. فانت تعالي اجيبها لك من الاخر للاول. الشخص اللي احنا متجوزين النهارده او عايشين معاه في بيت راجل او ست عندها اعتماديه هي جايه من التربيه. جايه ان انا ما شلتش مسؤوليه. طب هديكي مثال. هو احنا امتى شلنا مسؤوليه نفسنا؟ لما اهالينا رفعوا ايديهم عننا بقى. حلو؟ على فكره انا ما بقولكش ارفع ايدك على ابنك دخله الجيش وعنده 3 سنين. يعني انا ما بقولش كده. لا طب انا بقى بمناسبه الجيش دي والله يعني معلش كله بيفكر في كده. ايوه لا سيبك بقى من كله بيفكر في كده. بشوف امهات وهي عارفه هي مين بقى ابنها دخل الجيش عامله مناحه مش طبيعيه مستنيه عند المعسكر. يا ماما مش ممكن يا حبيبتي. طيب خليه يبقى مسؤول. وانت مين اللي قالك انه مش مسؤول؟ وعياط وانهيار واحساسي ان انا ابني اتاخد مني. انا بشوف ان الجيش بيعلم يعني بيعلم المسؤوليه. طب بقى تخيلي ده في بيته. شاف ماما طول الوقت ربنا منار يبارك لها. علي منار. هي ست الكل ربنا يبارك لها. هي احنا الستات دول جمال جدا واللي بتستنى تحت المدرسه وثانويه عامه وبتبقى قاعده مستنيه. الله يخليكي وربنا يبارك لك. انا مش بلومك بس ده ما بيطلعش راجل. انا اسف. عندك حق جدا 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 في اللي انت قلته ده. ما بيطلعش راجل. لو عايزين نطلع راجل خليه يعتمد على نفسه. بيوجع بيضايق شويه بيبقى خايف. انا بخاف على ابني. مين ما بيخافش على ابني؟ اكيد كلنا بنخاف على اولادنا. بس خلي في خوف. جمد قلبك جمد قلبك عشان ما يتعلمش يبقى راجل وانت مش عايش. خليه يتعلم يبقى راجل وانت موجود. خليه يتعلم المسؤوليه وانت موجود. خليه يتعلم كل حاجه على ايدك. ان انت تحسسه طول الوقت انا في ظهرك. بس خليه ينزل يعوم وانت في ظهره وشايفه. زي بالظبط انا ابني وبنتي واولادي اتعلموا السباحه ازاي؟ المدرب خدهم وراح رميهم في البسين. انا بقيت قاعد منهار انا عايز انط. اللي هو انت هتموتهم ولا هتعلمهم؟ بس هل النهارده احنا النهارده مش لازم ابني يترمي؟ لان احنا خدي بالك اهالينا لما مشيوا احنا حسينا بتوهان. حسينا بضعف. حسينا بألم. حسينا بوجع نتيجة الفقد ونتيجة ان انا لايس. انا مش عارف إيه؟ اعمل حاجة من غيرهم. معظمنا عاش الحياة دي ان هو النهاردة مش عارف يعيش من غير اهله. بالظبط. لو انت النهاردة انا في يوم سألت بنتي كانت منهارة جدا وكان قصة بقى لها 3 سنين مش قادرة من ايه بقى احكي لنا قصة سريعة. بنت كانت والدها توفي بقى له 3 سنين ومنهارة جدا وتعبانة جدا وبجد بجد كانت يعني وجع. مش قادرة تنسى ومش قادرة. فأنا سألتها سؤال قلت لها بصي أنا أعمل إيه عشان بنتي لما أموت ما تبقاش في الوجع اللي أنت فيه ده. الله. يعني أنا أنا شفت نفسي بعد ما مت بنتي عامله ازاي. فسالتها فقلت لها لو سمحتي قولي لي ايه الحل. قالت لي ما تعودهمش عليك وخليهم يعتمدوا على نفسهم. أوكي. عشان يعرفوا يعيشوا الحياه من غيرك. يعني هي كانت معتمده عليه اعتماد كل حياتها. هو اللي خلاها معتمده على كل حاجه. يدخلها ويوديها ويجيبها ويعملها ويستناها كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه. ومعظمنا بيعمل كده. وهو شايف ان ده الحب. على فكره ملوش علاقة الحب بإن أنا النهاردة أعودك على المسؤولية. بالظبط. فسألتها السؤال ده أنا اتخضيت يعني. قالت لي ما تعودهاش عليك. والإجابة. طبعا. ما تعودهاش عليك وحملها المسؤولية. فقالت لي أنا كان نفسي أبويا يحملني مسؤولية. هو ما حملنيش مسؤولية. فأنا تايهة النهاردة من غيره. فاللي واجعني الفاقد وإن أنا مش عارف أعمل حاجة. كمان. تخيلي ده. فممكن حبنا فعلا زي ما كنت بقول لك حبنا لاولادنا يأذيهم. حبنا الزياده بقى والاهتمام الزياده وانك تكون مسيطر زياده وانك تكون بتفولو كده معاه كل حاجه وتخليه يعملها من خلالك ده بيضره بقى بعد كده. خلينا زي ما كنت بتقول لما بيتجوزوا بيكونوا برضو متكلين على اهاليهم وعلى لو زوج متكل على زوجته او لو زوج